الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة النهاردة من برنامج هو وهي. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم لينا كلنا، هو موضوع الصداقة. ازاي نقدر نختار صديق وفي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي؟ خلوني بس في البداية ارحب بزميلتي في الاستوديو ذكرى. اهلا بيك يا ذكرى. اهلا بيك يا خلود، واهلا بكل متابعين قناة الصحة والجمال وبرنامج هو وهي. النهاردة طبعا موضوعنا مهم جدا، هو مهم لينا في الحياة ومهم لكل أفراد الأسرة. الأرقام عندكم على الشاشة، يا ريت تكلمونا ونتناقش مع بعض ونشوف وجهات النظر، وإزاي إن احنا نقدر نشوف وننقي صديق يكون وفي في الزمن فعلا اللي احنا فيه ده، لأنه بقى زمن صعب جدا. أنا بس عايز أعرف في الأول يا خلود، أنت من وجهة نظرك إيه الأساسيات اللي ممكن اختار، يعني بناء عليها اختار صديق يكون وفي؟ انا في البدايه كده لازم لما اجي اصاحب حد يكون شكلي، يكون شبهي، يكون في بينا حاجات كتير. يعني بصي، بحس دايما ان ميزه اللي عنده اصدقاء كويسين زي مثلا اللي هو مثلا ربنا رزقه مثلا ايه بشريك حياه كويس طبعاً. وصح طبعا. فالصداقه دي حاجه كويسه جدا، وحاجه لازم واحنا بنختارها نختار على اساس بختار على اساس لازم يكون شكلي، لازم يكون طباعه فيها من طباعي، لازم يكون في بينا حاجات مشتركه. مثلا بنحب ننزل مثلا النادي مع بعض، بنحب طبعاً. نلعب لعبه مع بعض، في بينا حاجات مشتركه. بحس دايما لازم يكون في الأسس بتاعتنا اللي تربينا عليها، التربية والمبادئ والبيئة اللي نشأنا فيها لازم تكون متوافقة بشكل كبير عشان خاطر الصداقة دي تدوم وتكمل. أنا طبعا. من وجهة نظري بحس إن صحابنا من وإحنا صغيرين في ابتدائي وإعدادي وثانوي هم دول اللي تلاقيهم مكملين معانا لغاية دلوقتي. معانا فعلا، مش زي مثلا اللي هو المستجدين مثلا ان انا ادخل من كام 3 4 سنين فخلاص دي بقت صاحبتي او دي بقت حبيبتي او كده. لا، لازم نكون في بينا حاجات مشتركة، لازم نكون شكل بعض في حاجات كتير. اكيد طبعا. انا من وجهة نظري والله يا خلود بشوف ان انا لازم الصديق ان انا اختار ان هو يكون معايا في طريقي وفي حياتي، وان انا اامنه ان هو يكون بيدخل بيتي، وان انا اقول له اسراري وكل الحاجات دي. طبعا لازم اكون انا عارفة الاول الشخص ده بشوف عيوبه، يعني بدل ما اكون اي شخص بشوفه بشوف مميزاته. يعني صديق ليا طبعا في مثل بيقول لك لازم صاحبك على عيبه، يعني اي حد طبعا بيكون فيه عيوب، فانا اشوف هل العيوب دي انا هقدر ان انا اتعايش معاها وهقبله عليها ولا لا. لان في الفترة الأخيرة في أصدقاء بقت العيوب، يعني تلاقي إن عيوب في صاحبتك أنت مش قادرة إن أنت تتخطيها تماما. مثلا ممكن تبقى غيرة، أو ممكن تبقى هي ما بتحبش تشوفك إن أنت أحسن منها، عندها عدم ثقة بالنفس، فبيطلع كل ده عليكي أنت، إن هي ممكن تكره لك الخير، أو ممكن تكون في حياتك بتعمل لك مشاكل. فطبعا يعني لازم أول ما أجي أختار صديق ليا ويكون معايا في حياتي، لان الصداقه دي يعني يا بخت طبعا من كان عنده صديق وفي وكويس. ده طبعا بعتبره والله كنز، لان الاصدقاء احنا بنشاركهم كل المشاعر، المشاعر اللي بتكون. احنا معانا اتصال، معانا اتصال تليفوني. اهلا بيكي يا استاذه نهله. استاذه نهله اهلا بيكي، منورين الدنيا كلها حبيبتي، ربنا يخليكي. ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ لا جميل جدا والله. انت قولي لنا، انت يعني عندك صحاب وبتعرفي تختاري صديق كويس ولا اتخذلوكي قبل كده؟ لا طبعا بعرف اختار اصدقاء كويسين. طب ازاي يا استاذه نهله؟ يعني ازاي ايه الاساسيات اللي بتحطيها قدامك لما بتيجي تختاري صديق ليكي او صديقه ليكي؟ يعني اهم حاجه ما تكونش عصبيه، تكون كويسه، تكون متفاهمه، تكون يعني صوتها راقي في الكلام. صح. انت عندك صحاب من زمان صح؟ يعني صحابك من اللي هم متربيين مع بعض ومع بعض في المدرسه، ولا يعني صحاب؟ ايوه، بس لما اتجوزنا بقى اتفرقنا عن بعض، بس بقى في بس لسه بتكلموا، يعني لسه في بينكم اتصال ومع بعض اكيد على السوشيال. أيوة، ميديا والكلام ده كله. ايوه ايوه ايوه. ربنا يخليكم لبعض يا بس سيزن. هو عايزه اقول حاجه بس. طبعا اتفضلي. الله يخليك. هو في موقف حصل ما بين صديقتين، هما كانوا صحاب قوي تمام،
فكانت واحدة فيهم بتحب واحد بس بتحبه قوي قوي يعني، وهو برضو بيبادلها نفس الشعور. وصاحبتها دي الأنتيم حب من طرف واحد، بتحبه بقى، اختارت ده اللي بتحبه صاحبتها وعايزه تحبه لا، بقى. صديقتها التانية دي بتحبه من طرف واحد، بتحب التاني ده من طرف واحد. فلما جت صاحبتها لما جت صاحبتها اتجوزت الولد ده، صاحبتها بقى سرقتها وما بقتش بقى تحبها وكده، وزعلوا مع بعض وكده. فانا عايزه بس ابلغ رساله، مش علشان واحد يعني نخسروا الدنيا كلها. اكيد طبعا يعني. وبعدين يعني هي هو خلاص بيحب مثلا الانسانه دي، وفي مشاعر ما بينهم مشتركه، لكن التانيه دي كانت بتحبه حب من طرف واحد، وهو مش بيبادلها نفس الشعور. ايوه، فليه تخسر صاحبتها؟ ما هي صاحبتها فعلا ملهاش اي ذنب في القصه دي تماما. نعم، هي صاحبتها ملهاش اي ذنب في القصه دي تماما، ليه تخسر صاحبتها؟ لا، زالوا مع بعض. انت عارفه يا استاذه نهله، يعني احنا كنا لسه بادئين الموضوع، وكنا لسه هنتكلم في المشاكل بين الصحاب من الشكل اللي حضرتك اتكلمتي فيه. فحضرتك يعني، بس انا عايزه اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي امري. ربنا يخليكي. بصي، هو انا بما ان الدراسه بقى هتبتدي وحاجات زي كده ما بين الجامعات وكده، عايزه احلل مشكله الزواج العرفي دي. ايوه طبعا. فهماني؟ لان انتوا اعلام يعني، لا اكيد يا استاذه نهله يعني، وكل الناس بتشوفكوا. فهماني؟ ايوه. المفروض المجلس الدوله يتخذ قرار امام هؤلاء. فهماني؟ أيوة. لان انا عايزه برضه اوصل رساله لكل بنت بتسمعني. شرفك حافظ عليه زي عينيكي، شرفك حافظ عليه زي عينيكي. طبعا هو اهم حاجه. هو حد يضحك عليكي ب ب ب ب يعني ب ب ان هو بصاحبك وكده، بقول لك لا انا بحبك ومش عارفه ايه وكذا. لا طبعا، لا طبعا ما ينفعش. وكذا وكذا وكذا، لا ما ينفعش. لا طبعا. اللي عايزك خصوصا سن المراهقه، لان البنات بيكونوا اوقات كتير مش لاقيين احتواء من اهليهم، وده بيكون بسبب يعني تشدد اهليهم الجامد جدا بسبب خوفهم عليهم، فبيشوفوا ده بره او بيشوفوا ان هم برده مش فاهمين صغيرين. بس كل احتواء او مش احتواء هو، لا هو غلط تماما. انا معاكي طبعا، هو غلط. فهماني؟ وفي بقى بنات بتستسهل وتقول لك ايه لا بقى ومش عارفه ايه، وده هيتجوزني ومش هيتجوزني، وفي الاخر يديها استماره 6 وهي هتدفع الثمن. لا طبعا اكيد يا استاذه نالا. فهماني؟ فرساله لكل بنت، والله انت زي القمر وضحكتك جميله. ربنا يخليكي والله. فبصي من فضلك، انا رساله بوصلها لكل بنت، شرفك غالي، حافظي عليه زي عينيكي، واللي عايزك هتمر الايام وكده وهيتجوزك لو هو طبعا يعني في دماغه. حتى يعني جواز رسمي على سنه الله ورسوله، مفيش احسن من ايه؟ الحلال طبعا. عينينا يا استاذه نهله، هنعمل لك حلقه وهنتكلم فيها في الموضوع ده، انت بس تكوني متابعينا عشان. ما هو بص، بيبقوا فيه اصدقاء ولد وبنت وبينحرفوا ويقول لها انا بحبك، وهي تسلمه نفسها وفي الاخر. ايوه طبعا طبعا. واحنا اصلا هنعمل حلقه برضو عن موضوع الصداقه بين الولد والبنت، وان لازم تكون بحدود. احنا يعني هنعمل كل ده طبعا وهنتناقش فيه. ربنا يكرمك. انت حكايه الجواز العرفي ده هو خالص بقى من مجلس الدوله، من المجلس الاعلى للانسان. فهماني؟ المفروض مجلس الشعب يتخذ قرار في الموضوع ده، بس مش الحكايه كده يعني. طبعا. لا، واحنا كمان يا استاذه نهله في حلقه بعد كده ان شاء الله اكيد هنتكلم في موضوع الزواج العرفي، وهيكون معانا برضو استشاريين عشان خاطر يعني نتكلم بشكل صح. بنشكرك جدا على المكالمه بتاعتك، وحقيقي استفدنا منها كتير، ويعني واتكلمتي معانا، فتحتي معانا كذا جزء كده، وخليتينا ناخد بالنا منه يعني. معنا اتصال تليفوني تاني من مريم. اهلا بيك يا مريم. الو، معنا اتصال تليفوني تاني من مريم. استاذنك يا استاذه مريم بس توطي صوت التلفزيون شويه. انا لحد دلوقتي ما سمعت صوت مريم. استاذه مريم التلفزيون بس بسمع صوتي. يا مريم تقريبا في مشكله. لو في مشكله حاولي تكلمينا تاني يا مريم.
كملي بقى يعني. بصي يا خلود، هو انا قبل طبعا ما اقول لك واقول طبعا للساده المشاهدين عن ان السلبيات اللي بتكون في الصداقه وبتظهر بين الاصدقاء وبيحصل مشاكل وبتدي الاسرار بقى اللي بينهم تطلع، ودي كانت وانا كنت بعمل والكلام ده كله، حابه الاول اتكلم طبعا عن الجانب الايجابي وقد ايه الصداقه دي شيء مهم جدا في الحياه. عارفه يا خلود عن ايه تكون ليكي صديقه فعلا بتشاركيها كل حاجه في حياتك، انت علينا بتكلميها وبتحكي لها وحصل موقف معايا وضايقني الموقف ده جدا وانا متضايقه، تجيلك وتقعدوا تتكلموا مع بعض وتقول لك انا جنبك وما تتضايقيش وهنعمل كذا وفي حل كذا، بتحس ان انت فعلا اكنها بكلامها هي بتحضنك، هي بتطمنك، بتشاركك يعني طبعا الحزن قبل الفرح. فطبعا يعني الصداقه بتكون حاجه مهمه جدا. يعني هتكلم بس معنا اتصال الاول. اتصال من استاذ راجح. الو، السلام عليكم. اهلا بحضرتك، اتفضل. راجح السيد مصطفى من المحلة الكبرى. احسن ناس، منور الدنيا. والله انا مبسوط جدا بالمتابعة بتاع حضرتكم، ونشكركم برضو على الهاتف الكويس دوت. والله ده شرف لينا طبعا احنا. الله يكرمك، وانا ببص برضو مراعي القناة يعني، والحديث الجميل الكويس ده والله. ايه اللي حضرتك تقدر توجهه للناس؟ حضرتك شكلك كبير، يعني ايه بقى النصايح اللي تقدر توجهها للشباب في ان هم يختاروا صديق صح؟ بس استاذنك توطي صوت التلفزيون شويه. والله التلفزيون بعيد عليا شويه يعني. لا انت بتسمعنا من التلفزيون يا استاذ رجح، وانا خدت بالي. التليفون يعني. طبعا طبعا. طب بالنسبه للشباب يعني اكبر حرام ان هم يتجوزوا الجواز العرفي ده. اكيد طبعا. والله يعني حرام جدا جدا. اهم حاجه الجواز الشرعي على سنه الله. طبعا طبعا اكيد. ادي الشيء المطلوب من الشباب ان هم يعني يراعوا ضميرهم والعمل الصالح ويمشوا كويسين مع بعض والصداقه تبقى كويسه. طبعا. ويعني مع حتى يقابلوا مثلا الام العروسه ويبقى كويس معاهم او كده يعني. احنا طبعا هنعمل طبعا، كلامك صح طبعا جدا يا استاذ راجح، وهنعمل حلقه مخصوص للموضوع ده وهنتكلم فيه، وهنستنى طبعا حضرتك تكلمنا ونتناقش مع بعض في الموضوع ده، وهنجيب استشاريين. بس احنا النهارده موضوع حلقتنا عن الصداقه، كلمنا بقى قول لنا صحابك كانوا من زمان ليك صديق من زمان اتربيتوا مع بعض، ايه الاساسيات اللي ممكن تشوف يعني يكون فيها الصديق الوفي؟ هو تقريبا حصل يعني خطا في الاتصال. انا استنى حضرتك تكلمنا تاني يا استاذ راجح، ولسه بنتكلم برضو في موضوع صداقه، ويعني عايزين برضو تشاركونا في موضوع الصداقه بين الولد والبنت في الجامعه، يعني لان احنا طبعا الفتره اللي فاتت شفنا حوادث كتير وشفنا حالات كتير على السوشيال ميديا، والاصدقاء ولد وبنت ويحصل سوء تفاهم او عدم اعجاب من طرف منهم او كده، وبيحصل قضايا كبيره بسبب الموضوع ده. انا بس استاذنكم، بس هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، استنونا. احلى متابعين في الدنيا، رجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. الارقام عندكم على الشاشه طبعا، قبل اي حاجه لازم تكلمونا وتشاركونا ونسمع وجهات نظركم، طبعا مهم لينا جدا. بنتكلم النهارده في موضوع الصداقه، وهنكمل الموضوع معاكم، وهنقول طبعا ان الصداقه شيء مهم جدا في حياه كل الناس، وان هي يعني يا بخت من كان ليه صديق وفي وفعلا مخلص وفعلا بيقدر يشاركه الحزن قبل الفرح وبيشاركه في كل تفاصيل في حياته وبيقدر يحكي له وبيقدر ياخد رايه في حاجات كتير جدا. بس قبل ما اكمل كلام، معانا اتصال تليفوني من دكتور طارق الياس، استشاري نفسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي، اهلا وسهلا، منور الدنيا كلها، ودايما حضرتك يعني بنستفاد دايما من الفقره بتاعت حضرتك في البرنامج بتاعنا. منور الدنيا يا دكتور والله. اهلا بيك، وهي منوره بيكم انتم. ربنا يخليك والله. الله يخليك. احنا النهارده بنتكلم عن الصداقه وازاي نختار صديق صح، وبنختار الصديق بناء على ايه، وحضرتك بقى عايزينك تكلمنا النهارده ايه مفهوم الصداقه في البدايه. شوفي، هو مفهوم الصداقه ما يختلفش عليه اتنين،
انه اي حد بيحس بالحاجتين اللي انا هقولهم لحضرتك دلوقتي. الحاجه الاولى ان في حد بيتمنى لحد تاني ان ربنا يوفقه. يعني لو الاثنين زملاء وحد فيهم نجح والتاني ربنا ما وفقوش، ومع ذلك هو بيبقى شويه زعلان على نفسه لكن ما بيغيرش من صاحبه. طبعا ما بقتش موجوده خالص يا دكتور الموضوع ده دلوقتي، ما بقاش موجود تماما. عشان كده بقى مفهوم الصداقه في علامات استفهام. صح. هل هي صداقه ولا هي مجرد زماله؟ طب يا دكتور يعني في فرق، يعني هنا في فرق بين الصديق والزميل والصاحب. طبعا، لان دي بتبقى اشياء مؤقته، دي زماله مؤقته في شغل، دي زماله مؤقته في الدراسه، خلصت الحكايه، خلصت العلاقه. ايوه. حتى انت تلاحظي حاجه، ان في ناس يبقوا مع بعض في الجامعه ولانهم اصدقاء بيكملوا العلاقه مع بعض بعد ما طلعوا من الجامعه. وبقوا مصحاب، ولما الاثنين يتجوزوا سواء ولاد او بنات بيكملوا اصدقاء بعض. وبيتقابلوا في المناسبات، ويمكن يمتد لاولادهم بعد كده. طبعا الصداقه هي حاله ارتباط عاطفي وارتباط ايضا عقلي، الاثنين مع بعض. طب يا دكتور انا عايز اعرف حضرتك قلت ان في شخص، يعني مثلا لو اتنين اصدقاء وفي واحد فيهم نجح والتاني لا، يعني سواء هم يعني بنات او اولاد، ازاي انا اتعامل مع صديق يكون هو بيغير او عنده عدم ثقه بالنفس؟ هل انا ما ينفعش خلاص اكمل في الصداقه دي، ولا ممكن اكمل ويبقى في انا حاجات يعني ماشيه عليه باخد بالي منها مع الشخص ده في التعامل؟ طيب عايز اوضح لك حاجه، انه طالما بيغير يبقى موضوع الصداقه مش متواجد. يعني العلاقه دي مش علاقه صداقه، دي كانت علاقه صحوبيه، علاقه زماله بس بقالها مده. طيب ايه اللي يثبت لك انه بياخد باله من كل حاجه انت بتعمليها؟ بياخد او هي بتاخد بالها من لبسك، بتاخد بال يعني بتاخد بالها من كلامك، من صداقاتك، بتشعري من جواها انها مش مرتاحه، مش مبسوطه. طب انت مالك، انت زعلانه ليه؟ لا ليه؟ ايوه عايز اعرف انت زعلانه ليه؟ هي زعلانه لانها مش عايزاكي تاخدي خطوه ايجابيه قبلها، ولا تعملي حاجه افضل منها، وبالتالي هي عايزه هي اللي تسبقك. صح. فدي عمرها ما تبقى صداقه. طب انا اعرف منين يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي انا عندي صديقه وهي كويسه جدا ومتربيين مع بعض، وبحكي لها كل حاجه عن حياتي وبحكي لها اسرار وبشاركها في كل تفصيله في حياتي، اعرف منين ان هي بتغير مني، ان هي مش عايزاه الخير، ان هي لو يعني انا جيت بحكي لها حاجه بتبين لي عكس اللي جواها؟ هم حاجتين اللي بيبينوا. الحاجه الاولانيه انها دايما تقول لك مالك عشان انت تحكي. واثناء وانت بتحكي هتلاحظي ان في ملامح في وشها فيها حاله ارتياح حتى لو انت متضايقه. صح. يعني ايوه انا عارفاها النظرات دي، ده انا حافظها صم. ايوه بتبقي بتتكلمي وانت زعلانه وهي صراحة عندك حق. والله يا دكتور مستفز جدا على فكره، خدي بالك. يعني شوفي انت قد ايه بتبقي زعلانه، انت متضايقه ويمكن تكوني بتعيطي، ومع ذلك هي عماله تقول لك ايه، لا ولا يهمك بس انا مش عايزك تزعلي، وتلاقي وشها طبيعي. وممكن تقوم قايمه رد على التليفون ومن غير ما تراعي مشاعرك اصلا. وبعدين لما ترجع بقى وتقول لك ايه، ها هناكل ايه، هنروح فين بقى بعد شويه، ليه اصلا ولا كانها سمعت حاجه اساسا، ولا كانك حكيتي. لانها مش صديقه، دي هي بتقضي معاكي وقت حلو بس. صح. طب وايه تاني يا دكتور غير الموقف ده او النقطه دي؟ هو ملامح الوش. رقم اتنين بقى، خدي بالك الكلام اللي هي بتقوله في عدم وجودك. ده اهم حاجه طبعا. ده لو في صحاب بقى مشتركين بينكم او اصدقاء، تبص تلاقي واحده بتقول لك ايه، هي فلانه قالت لي انك انت زعلانه مع اللي انت هتتخطبي له. تقومي انت قايله لها الكلام ده ما حصلش، ده انا كان حاجه بسيطه بينا وانتهت. مين قال لك؟ هي اللي قالت. بص بقى هي بتعمل ايه، هي بتشوف الحاجات اللي بتشفي حاجه جواها هي. ايوه. فبتبتدي تبدا تقولها تحكيها. فتقوم قايلاها وقايلاها بالاسلوب اللي يخلي الناس يعتقدوا انك في ازمه، يعتقدوا انك في مشكله. لو جيتي عاتبتيها، بص بقى دي رقم ثلاثة،
لو جيتي عاتبتيها وقلت لها ليه قلتي كذا، هتنكر كل اللي حصل وهتقول ان اللي سمع هو اللي بيكذب، وبعدين هتقول لك ما انت اتغيرتي، ما انت من يوم ما هتتخطبي بقيتي واحده ثانيه. ايوه ده حقيقي فعلا. هو طبيعي يا دكتور ان اي واحده بتتخطب لازم تكون ليها حياتها ولازم تكون مستقله، لكن ما تخسرش اصدقائها. يعني طبيعي ان انا هتغير، بس ما ينفعش ان انا بقى عشان انا اتغيرت وبقى ليا حياتي وبقى في شخص انا بشاركه كل تفاصيل كل تفصيله في حياتي ان انت تزعلي مني وتقولي ان انا اتخطبت فاتغيرت. هو مش ده طبيعي يا دكتور؟ هو ده مش طبيعي اصلا بالنسبه لها هي، لكن بالنسبه لك انت بيبقى طبيعي. ودي من الاسباب الاساسيه اللي بتزعلها وبتخليها بتغير منك، ان انت حياتك انشغلت. انت الاول كنت بتديها وقت وكنت بتكلميها وكنتوا بتلعبوا وتضحكوا مع بعض وكنتوا بتشاركوا بعض الافكار. النهارده بقى في حاجه ثانيه اضيفت لحياتك، وبالتالي مع الوقت هتحس ان السجاده اتسحبت من تحت رجلها. صح. هي مش حابه انك تكوني سعيده قوي زي ما انت فاكره. طبعا. ولا هو حابب ان صاحبه لما يرتبط ده كمان ممكن يشككه في البنت اللي هو عاوز يتجوزها، علشان يأجل الخطوه دي. طب يا دكتور الغيره موجوده اكتر عند البنات ولا عند الولاد؟ عند البنات غيره الصحاب. عند البنات بتبقى غيره من الجمال مش من الارتباط في الاول. يعني لو انت اجمل شويه من الصديقه وانا ما شاء الله شايف ان انتوا الاثنين حلوين قوي، فاكيد هيبقى عندكم مشكله. ميرسي يا دكتور. ده مؤكد يعني. فيبقى الجانب الاخر ايه هو بقى؟ انه لما ده بيحصل تبص تلاقيها هي غابت من جمالك، وبتغير من لبسك، وبتغير انك واخده بالك من نفسك، وبتغير من حاجه عمرك ما تتخيليها بقى، هو حب الناس ليكي. طبعا. يعني لو دخل حد هو مش هو لا صديق ولا هي صديقه ولا حاجه، بس هم لما بيلاقوكي في مكان بيتجمعوا حواليكي، فيكي كاريزما بتخلي الناس تبقى معجبه بيكي. هي ممكن تكون حتى لو هي جميله بس مفتقده الجزء ده عندها، تبص تلاقيها مش مبسوطه من اللي بيحصل بالنسبه لك. دي مش صديقه، دي صاحبه. ده كتير قوي يا دكتور والله. انا يعني انا لو حكيت ده كتير قوي والله، يعني بتوصفهم بالظبط. يعني ما هو دي الحقيقه اللي انتوا بتعانوا منها. صح. وعايزك ما تحكيش كل اللي جواك لحد مهما كان قريب منك، الا لو شريك حياتك، الا لو عندك ام او الاب قريبين منك او اخت. لكن خدي بالك في بعض الاشياء لها علاقه بنقاط الضعف في حياتنا، ونقاط الضعف ده مش معناه حاجه وحشه. احنا بنقيس في علم النفس حضرتك جانب الانسانيه في البني ادم، كلما زاد نقاط الضعف عنده وكلما قلت نقاط الضعف ما بقاش انسان بمعنى الكلمه، بقى عنده جحود، ما بقاش بيعرف يحب، ما بقاش قادر يشتاق. انا لما ابعد عن حد بشتاق له، فلما اقول له انت وحشتني يبقى من قلبي، ما يبقاش شكلا. طب تعرفي لما بيكون حد ايه؟ حد وحشه، واول ما بيشوفه بيعمل ايه؟ تبص تلاقيه مركز في الوش، في العينين. صح. وعايز يشوفك كنت بتتكلمي، ولما بتقولي له ايه؟ ده انا عندي كلام كتير، ده انا بقالي كتير ما شفتكش، يقول لك اتكلمي زي ما انت عايزه، هو عايز يسمع صوتك اصلا. ده بعض احوال الصداقه بين الراجل والست اللي بتتحول لحب. طبعا. لان الصداقه ما بتستمرش كتير على مرحله ان في ولد وبنت عندهم حته الصداقه، بتتحول لحب مع الوقت. بس دي بتبقى اقوى في الارتباط. أكيد. طب يا دكتور أنا أختار صديق صح بناء على إيه؟ إيه الحاجات اللي أحطها في دماغي وأنا بختار صديق أو صديقة ليا؟ حلو قوي السؤال بتاعك ده. خدي بالك إنه السن المتساوي ده رقم واحد. يعني نكون من سن بعض يعني. ما يعني ما تصاحبيش حد أكبر أكتر من لازم. صح. عارفة ليه بقى؟ عشان ده بيبقى من جيل تاني. والجيل التاني بيفكر بأسلوب تاني. وعلى فكرة كمان خدي بالك، انت ممكن تكوني بتحبي اغاني معينة، وساعات بتحبي الدوشة، وبتحبي الالحان العالية، وبتفتحي الكاسيت بصوت عالي، وهو يقوم قافله. لانه بيحب حاجة تانية. هو جيل مختلف. اللي بتحبيه هو بيحب حاجة تانية من الاكل والشرب والحاجات دي. فأول خطوة لازم يبقى نفس السن يكون متساوي في وقت بعض. اتنين، لازم يكون في حاجة، وانا معلش اسمحوا لي ان انا اقولها. اتفضل. ان تكون الحياة الاجتماعية متشابهة. ده
طبعا دي اهم نقطة يا دكتور، يعني دي اللي بتخلينا نحس ان احنا زي بعض او ما نغيرش من بعض، ما نحسش ان حد اعلى من حد او كده. ايوه برافو عليك، اهو ده اللي انا عايزه من حضرتك انك تاكدي عليه في حلقتك النهارده. ان في حاجات غصب عن بعض الاطراف. تخيلي لو انت من عيله الى حد ما اكبر من عيله الصديق او الصديقه، دايما هتفضل باصه للامكانيات المتوفره عندك. وممكن تكون عارفاني عشان كده اصلا. اه ويا سلام لو انت عندك عربيه وهي لا بقى. هتلاقيها كل شويه بتقول لك ايه؟ ما انا ما عنديش حد يجيب لي زي ما جاب لي. صح ما أيوة أنا ما عنديش حد مش عارف ايه؟ والله حلوه العربيه دي، فيعني ربنا يستر عليكم وما تعملوش حادثه بيها وانتم ماشيين. اصل العين وحشه برضه حضرتك. طبعا ده وحشه جدا يعني. اي اسئله ثانيه؟ احنا بنشكرك جدا يا دكتور دايما، والله بنستفيد دايما من مكالمه حضرتك لينا، وحضرتك لازم تنورنا بقى مره في الاستوديو هنا عشان نتكلم بشكل اكبر يعني. ميرسي لحضرتك جدا يا دكتور، والله كلامك افادنا جدا والله، واثر فيا انا شخصيا جدا جدا، وطبعا هيبقى شرف لينا لو نورتنا في حلقه ان شاء الله. تقريبا هو الاتصال تقريبا اتقطع. بنشكر دكتور طارق الياس جدا واستشاري نفسي، وطبعا يعني المكالمه كانت كبيره واستفدنا كلنا منها. خلود انا في نهايه المكالمه اكتشفت ان يعني انا قال حاجات حقيقيه اصلا يعني لمستنا كلنا وعشناها وعشنا مواقف اللي هو اتكلم فيها كلها. ولازم زي ما الدكتور قال يعني نبه على موضوع الحاله الاجتماعيه، لازم نكون زي ما قلت في البدايه خالص، لازم نكون متشابهين حتى في الظروف. طبعا مش هنبقى متوافقين في كل حاجه، في الامكانيات او العربيات او بس على الاقل نكون نفس الحياه، نفس مثلا الجامعه، نفس الظروف الحياتيه اللي احنا بنعيشها كل يوم. ما ينفعش ان انا مثلا ابقى مستوايا عالي جدا واروح اصاحب مثلا ناس مثلا بسيطه قوي، فبيبدا غل، بيبدا حقد، بيبدا ان هي ممكن تكون عارفاك عشان خاطر المصلحه. الكلام ده كله لازم نخلي بالنا منه. ولازم برضو يعني في برضو حاجة كنت عايزة أقولها، الصحاب مش بالعشرة. يعني ده اللي أنا اكتشفته، دي حاجة بقى شخصية اكتشفتها مثلا في الفترة الأخيرة. مفيش حاجة اسمها صحاب بالعشرة أو الصاحب في الوقت اللي احنا فيه ده بالموقف اللي بيعمله معاك، إن هو واقف جنبك، إن هو بيدعمك، إن هو ممكن ينصحك في حاجة فعلا تكون من قلبه وقاصد إن هو يفيدك بيها. طبعا مش اللي هو عشره. احنا عارفين ناس بقالنا مثلا 10 15 سنه بيبص لقينا احنا بنقطع مع بعض عشان موقف لا يذكر، يعني حاجه فعلا تافهه جدا وبيتراكم عليها حاجات بقى، ان هي مثلا متضايقه مني، هي متغاظه، هي مش حبالي الخير، هي مثلا بتشوف دايما ان لا دي مثلا احلى مني فبيروح لها مثلا عرسان اكتر، لا مش عارف ايه. ربنا مدي لكل واحد فينا 24 قيراط، ربنا مقسم لكل واحد. ممكن يكون ربنا رزقها بشغلانه كويسه بس مثلا باباها متوفي، انت باباكي مثلا موجود، باباكي مثلا ربنا يخليهولك، بيصرف عليكي، مقتدر ماديا مثلا، فانت مش عندك شغلانه مثلا كويسه. وعلى المثل ده حاجات كتير قوي يعني شبيهه بيه. بس انا بتكلم في ان احنا لازم لما نعرف ناس يا جماعه لازم نكون عارفين ناس برضو تكون خايفه علينا اكيد طبعا من قلبها. بصي يعني يا خلود، انا في الفتره الاخيره دي انا كان بالنسبه لي في الاول ان صاحبتي دي عندي خط احمر، ما ينفعش ابدا ان مامتي، وعايزه اقول حاجه كنت لسه برضو عايزه اقولها لك، ان الام دايما بيكون ليها نظره ما يعني ما تتناقشيش معاها فيها. مامتك قالت لك دي مش كويسه، دي مش كويسه، حتى لو هي قدامك هي ملاك ولابسه ابيض في ابيض وبتطير وجايبه لك ورد وشوكليت، هي دي مش كويسه خلاص. هي قالت كلمه ما تتناقشيش معاها فيها تماما، لان انا ما فيش كانت صديقه ليا ومامتي جت قالت لي دي مش كويسه او خدي بالك منها او ما تحكيش لدي، وانا جيت قلت لها لا ما تقوليش عليها كده، دي صاحبتي جدا، دي بتحبي لي جدا الخير، دي بتقول لي كذا، دي بتقول لي اعملي، وابدا يطلع كلامي صح يطلع كلامي غلط، وماما اللي كلامها صح دايما. في كل كلمه كانت بتقولها الام بتكون هي كلمه صح. فدي اول حاجه عايزه اقولها، مامتك قالت لك، فاللي مامتها قالها على واحده مش كويسه خلاص دي مش كويسه، ما نكلمهاش تاني بقى، ايه مفيش نقاش في الموضوع ده. تاني حاجه
ان انا كانت صاحبتي دي عندي يعني خلاص مهما مين قال لي لا، وناس يشوفونا مع بعض واحنا ماشيين في الشارع واحنا قاعدين مع بعض يقولوا دي مش شبهك، دي مش كويسه، ده انت اموره جدا، ده انت بتتكلمي، ده هي اسلوبها مش عارف ايه، ده لما مش عارف مين قال ان هو معجب بيكي هي اتضايقت جدا. فانا طبعا ما باخدش بالي من كل ده، اللي هو لا يا جماعه عادي دي صاحبتي دي قريبه مني ده انا بحبها جدا. اكتشفت مؤخرا ان الباطن غير اللي ظاهر، ان هي اللي ظاهره لي حبيبتي وقلبي وبتاخدني بالاحضان ومالك وزعلانه ليه، وتعرف ان انا زعلانه تقوم حواجبها عامله كده ومالك وايه اللي حصل لك، بس هي اصلا من جوه هي فرحانه ان انا في مشكله، فرحانه ان انا في ازمه، فرحانه ان انا متخانقه في البيت او اي مشكله عندي بواجهها في حياتي. معانا اتصال وبرده هنتكلم هنكمل معانا اتصال تليفوني من استاذ محمود. اهلا بيك. اهلا بحضراتكم يا فندم. منور الدنيا، اتفضل. منور يا استاذ محمود. بنور حضرتك يا فندم والله. بصراحة برنامج كويس وعنوان قوي جدا. كيف حضرتك؟ يعني فحبيت أضيف حاجة. اتفضل. طبعا كويسة، يعني إن الواحد الصديق اللي بيختار صديقه يحذر العلاقات السامة. طبعا صح. اللي هم مصاصين الطاقات. دايما يخلي باله من صديقه اللي دايما يمتص طاقته، بيحولوا الشيء الايجابي لشيء سلبي. صح، دي نقطه مهمه جدا طبعا. فالعلاقات السامه دي اضرت ناس كتير قوي. فلا بد ان يكون الصديق لما يختار صديقه يحذر ان يكون شخص دايما يدفعه للسلبيه طبعا، او يكون علاقته فيها افكار سامه تدفعه للعدوانيه او لاشياء خطا. فلازم ان يكون الصديق بيتسم بالايجابيه، يكون دايما قريب منك فيعكس الطاقة الإيجابية اللي ليه أو عنده عشان يخلصك من الطاقة السلبية اللي جواك، سواء في حل مشكلة. شكلك يا أستاذ محمود كده يعني إيه خبرة في الموضوع ده وخبير كده، وشكلك عانيت في موضوع الصداقة ده قبل كده. والله أنا شخص اجتماعي يعني، فبقى لي أصدقاء كتير. فبقيت اللي فيه أصدقاء في المجموعات تبقى اصدقاء اصحاب بنسميهم مصاصين الطاقات. دايما اول ما يشوفك يكون من الشخصيات الشاكيه، دايما كثير الشكوى. عدم الرضا عنده ده على طول، سواء شيء ناجح او شيء فاشل عنده عدم رضا. دايما ليه نظره تشاؤميه وكابه للحياه. دايما تلاقوه عنده سوء ظن بالناس وباللي حواليه. دايما في معاملته مع الزوجه والاولاد والبيت والاهل والاقارب والاصدقاء اللي في سواء في العمل او في او معاه متواصلين معاه، فدايما تلاقيه دايما مصاصين الطاقات للي حواليه، دايما يبص فيهم رسائل سلبيه. دايما طبعا الصديق لازم دايما يكون فيه ايجابيه ويديلك طاقه سعيده دايما وطاقه كويسه، عشان خاطر انتوا عارفين بعض عشان خاطر كده يعني. ماشي هنحكي لبعض حزن وهنحكي اللي بيحصل والمشاكل الحياه وكده، بس في النهايه لازم اخرج من المكالمه وانا عندي طاقه ايجابيه تخليني اكمل. طبعا، ولازم ان نفرق بين الاصدقاء اللي هو في محيط العمل. لا، وفي اصلا نوعيه من دي، في نوعين من دي، هو هو او هي بيكونوا قاصدين ان هم يحكوا كل حاجه سلبيه في حياتهم علشان خاطر لا انا ما فيش حاجه بتحصل في حياتي كويسه، فهم بيكونوا خايفين من عين. وانا بشوف ان الناس دي هم ناس اصلا بتكون بتحسد، فعشان كده هي خايفه ان هي يحصل فيها كده. ايوه، دي حاجه فعلا من ثقافه المجتمع المصري دايما، عشان خايف من الحسد وخايف من فشلوا في حاجه، فدايما تلاقيه بيصدر الشيء الوحش، يصدر الطاقه السلبيه دايما. صح. يصدر انا مريض، انا تعبان، انا مش لاقي اجيب حاجه معينه، انا عريس عمل كذا، انا خطيبي هيعمل كذا، انا صديق فلان حصل كذا، انا تعبان في كذا، ونفوجئ اللي هو حياته اصلا من جوه كويسه جدا. فده بيصدر طاقه سلبيه ومصاصين للطاقات. ولازم نبعد عن الشخصيه دي عامه، لازم نبعد عنها، لان هي الحياه اصلا صعبه، فاحنا مش حابب ان احنا حد يصدر لنا طاقه سلبيه. هو مش هيبعد عنه بالكلية، يعني مش هيتركه نهائي، وهو برضه جزء من المجتمع، وفي ناس كتير جزء كبير من المجتمع أصبح عنده الحاجات دي. إحنا نعامله بحدود، يعني نعامله بحدود ونحاول نحوله إحنا من الطاقات السلبية اللي عنده دي نحولها لطاقة إيجابية، ونحاول نظهر له النعم اللي هو ربنا أنعم عليه بيها. طبعا نحاول نحسن له الصورة، نحاول نحرجه، هيوصل لحاجة من الاتنين، لا إما هو فعلا هيتحول لشخص إيجابي
او لا اما هو بيتصنع الامور دي كلها ويبدا هو يتجنبك في الحديث ويشوف ضحيه صح. اخرى يبث فيها سمه او طاقته دي. صح طبعا. فهو لازم احنا يكون في حاجات يعني كمقترح انهي بيه مكالمتي يعني. طبعا البرامج اللي حضراتكم بتعملوها دي برامج مميزه جدا ومفيده للمجتمع. ربنا يخليك والله دي حاجه تساعدنا اكيد يعني. اقترح ان يبقى فيه احنا عندنا كل مدرسه فيها حوالي 4 اخصائيين نفسيين و4 اخصائيين اجتماعيين، دول مش دورهم رحلات مدرسيه. ايوه. ولا دورهم انشطه ترفيهيه للطلاب. اتمنى بالذات الطفل قصدي الشاب المراهق في مرحله الثانويه العامه وفي الثالثه اعدادي يتعمل لهم دورات كيفيه اختيار الصديق. طبعا ده مهم جدا. يعني انا دي نظره للجمعيات الخيريه المتواجده كلها في مصر، كلها بتحاول تكون انشطه موسميه، كرتونه رمضان، اضحيه العيد الكبير. لا احنا عايزين نحولها لانشطه تفيد المجتمع، يبقى جمعيات ليها. احنا عندنا كم هائل من مدربين والاستشاريين النفسيين في مصر. وعندنا كم كتب المجال ده مهدر حقه في مصر فعلا. احنا عايزين يبقى في تدريبات للطالب، ازاي يختار صديقه، ازاي يتعامل مع مشاكله في الحياه، ازاي يختار كليته، ازاي يذاكر، ازاي يواجه مشاكله في الحياه، ازاي يواجه مشاكل الاسره وما تاثرش عليه. حتى ولي الامر الحاجات دي هتوفر عليه حاجات قدام هو ممكن يكون يقع فيها وقت كتير هيضيعه. انا عشان كده حضرتك بقترح لوزير التربيه والتعليم. لا اقتراح حضرتك والله يعني مفيد جدا ويا ريت يعني نقدر نطبقه يعني. بنشكر استاذ محمود جدا المكالمه بتاعه حضرتك استفدنا بيها. بنشكرك جدا يا استاذ محمود. معانا اتصال تليفوني من استاذه ولاء. اهلا بيك يا ولاء. يا ولاء ممكن توطي التلفزيون شويه؟ اسمعيني من التليفون. ممكن توطي شويه التلفزيون وتسمعي من الموبايل؟ خلاص سمعت. ولاء بعيد برضو. الو. ايوه يا استاذه ولاء اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي يا استاذه ولاء. اهلا بيكي. طب كلمينا تاني يا استاذه ولاء، تقريبا في مشكله في الشبكه او كده. ولسه لسه بنتكلم معاكم تاني في موضوع الصداقه. وانا دلوقتي بشوف في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يا ذكرى، في يعني في صحاب بيعرفونا عشان خاطر احنا بنضيع وقت مع بعض طبعا. يعني يلا نخرج، يلا نسافر، يلا ننزل ستوريز، يلا مش عارفه ايه، يلا ننزل اغاني، يلا نعمل بتاع اللي هو احنا عارفين بعض عشان خاطر نضيع وقت مع بعض. بس هي جاست ان هي او هو يعني ارتبطت، لقت شغل، اتجوزت، عملت، هتلاقيها بعدت وهتلاقيها اختفت من حياتك. لما تلاقي حد يحقق لها المعادله دي بس بطريقه اللي هي بطريقه اللي هي مصلحتها هتلاقيها بعدت عنك تماما، اللي هو طريق السلامه انت بقى مع السلامه. يعني خلاص. طب معانا اتصال تليفوني بقى من الاستاذه نهى. يا استاذه نهى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي يا استاذه نهى. الو. الو. ايوه معاكي. ايوه اهلا بيكي يا استاذه نهى. انا بتكلم عن الصداقه ان في ناس. اسمعيني من الموبايل ماشي؟ حاضر. احنا سامعينك يا استاذه نهى، اتفضلي اتكلمي ووطي صوت التلفزيون شويه واسمعيني من التليفون. ان في ناس بتصاحب او بتبقى صداقه للمصلحه. ايوه. وبعد كده يعني مصلحه، لكن بعد ما بتخلص المصلحه ولا كانهم يعرفوك. بح مفيش. انتهت الصحوبيه بعد المصلحه. ايوه ولا كانهم يعرفوك. فيا ريت توضح للناس اللي هو كده ما ينفعش، ان كده مثلا يعني انا مش عارفه اقول لهم ايه دولا. شكلك اتأذيتي و جوي اتخدعتي يعني من اصدقاء كتير صح؟ واقرب الناس ليا كنت. تعالي جنبي. تعالي جنبنا بجد. لا بس على فكره اقول لك على حاجه، يعني ما تتضايقيش. طبيعي هتتضايقي في الاول لكن بعد كده ولا ده خير، ده خير من عند ربنا. وده بيعلمك يعني، احنا طول الوقت في الحياه بناخد دروس يعني عشان نتعلم منها. بيعملوا حاجات كده يعني، دخلوا بيتك وعرفوا اسرارك وبيخنوك. ما دي مشكله برضو يا نهى، يعني انت برضو ما ينفعش ان انت تحكي لحد اسرارك كلها، او ان انت تدخلي حد بيتك تعرفيه مثلا جوزك بيحب ايه، بيكره ايه، ولادي مش عارفه ايه، مصاريفنا، حياتنا. ده برضو غلط، ده برضو كنا هنتكلم عنه في الحلقه. انت لازم يعني يكون في مع صاحبه وصديقه وعندها اخت وحبيبتي ودخلت بيتي مره واثنين وعشره، بس في الاخر كانت اتريها بتحسد
يعني اجل حاجه عندي تحسبها، اجل حاجه عندي بتبقى عارفاها بتوصل لبره. طب ليه؟ لا انت برضو مفروض برضو احنا نخلي بالنا برضو، يعني نخلي بالنا ان احنا برضو نبقى حريصي برضو انك ما تبينلهاش كل حاجه، ما تقولهاش كل حاجه، مش كل حاجه في بيتك الشخصي لازم هي تعرفه تعرفها، وحاجات خاصه باولادك او خاصه بجوزك دي لا. انا حاسه يعني شايفه ان الغلطه من عندك انت، انت كنت مامنه قوي ومديالها برضو الامان بطريقه بدرجه كبيره. يعني اتصال تليفوني اتقطع، بس ما تضايقيش، لا ما تضايقيش، واحنا طبعاً طول الوقت في الحياه بنتعلم، يعني بناخد دروس وبنتعلم من الحياه حتى مهما كان سنك، نعدي بعد كده ونبقى يعني، واحنا بنختار صديق المره اللي بعدها بيكون اكتر حرص. بالظبط، مهما كان سنك، مهما كان انت اتخدعتي في ناس كتير قوي، لسه بنتعلم يا جماعه، لسه ماشيين في الدنيا ولسه بنتعلم ولسه هنقع ونقوم تاني، هي الدنيا كده، هي الدنيا كده، هنعمل ايه؟ فطبعا ما تتضايقيش، طبعا هي بتكون حاجه صعبه، لان على فكره في ناس كتير بتشوف، انا بشوف موضوع ان انا اتخذل من شخص ان انا بحبه، يعني يكون حبيب ليا، كان الناس دايما بتشوف الاول ان هو مؤثر قوي وان انا لا متضايقه وده شخص انا حبيته، لكن شفت ان موضوع الاصدقاء مؤثر جدا على فكره. أيوة أيوة، ما كنتش اعرف خالص ان هو كده غير لما لقيت ان هو الموضوع حصل من كذا صديق، صديقه قريبه مني وصديق، وكانوا يعني بالنسبه لي الدنيا وما فيها، بس في الاخر طبعا ده خير والحمد لله. واكيد في الاخر اهم حاجه ان انت ما تكونيش غلطانه في حق حد، عارفه مثلا يقول لك يا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم، ما نمشي ظالم، ده بيبقى يعني انا عن نفسي كده احسن من ان انا اذي حد. يعني برضو يا ذكرى برضو في النهايه عايزه اقول حاجه، ان 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 الصحوبيه عامه، يعني ان انا مش معنى ان انا خسرت حد من صحابي او حد يعني اكتشفت ان هو مش كويس او ان هو بيعملني وحش او ان هو شايفني بطريقه مش عارفه ايه او ايا كان بقى، انتوا سبتوا بقى يعني العلاقه دي الصداقه دي انتهت ازاي، ده مش معناه ان مفيش ناس حلوه، لا طبعا في ناس حلوه وفي اصدقاء كويسين، وكلنا عندنا اكيد ناس، حتى لو صديق واحد بس ده يكفي عن مليون واحد بيكرهني وبيأذيني وبيتكلم من ورايا وي وي وي. فلا مش معنى ان انت خسرت حد من صحابك او ان انت شفت ان حد من صحابك مش كويس ده يخليك بعد كده خلاص تاخد موقف انا مش او تتجنب ان انت يبقى ليك صحاب تاني، لا الصحاب ليهم دور في حياتنا كبير، ليهم مشاركات واهتمامات وبنفضفض مع بعض وبنحكي مع بعض، لازم نختار ناس صح ولازم نختار ناس تحبنا، واحنا نكون يعني في حسن نية في التعامل ما بيني وما بينهم، ما نحكيش كل حاجة برضو لحد، وزي ما بيقولوا كده الحكمة اللي بتقول احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة. للأسف احنا وقت حلقتنا انتهى النهاردة، بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، وبشكر كل فريق العمل وبشكر اكيد ذكرى. بشكرك يا خلود، وطبعا بشكر كل مشاهدينا وكل فريق العمل. واخر كلمه هقولها النهارده في الحلقه على راي الفنان راغب علامه اللي بعنا خسر دلعنا. نشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده، انتظرونا وهتوحشونا جدا من النهارده لبكره.